بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. احنا المره اللي فاتت ابتدينا موضوع عن اخرج من الحبس نفسي، الايه اللي مذكوره في مزمور 142 واحنا بنقولها كل يوم في صلاه النوم، وقلنا ان السجن مش لازم يبقى مكان يعني خارج عنا، احيانا السجن يبقى من الداخل، والإنسان لما بيعيش في هذه الأسوار وراء السجن ده بيتألم ويشعر طول الوقت أنه فقد حريته. ولكن صلواتنا دائما لله أنه يحررنا من كل السجون اللي بتخنقنا واللي بتحبس أنفسنا بعيدة عن تعزيات ربنا. كلمنا المرة اللي فاتت عن سجنين، سجن الخوف، والسجن الثاني هو سجن التفكير الضيق اللي احيانا كتير قوي بيؤدي الانسان يشعر بالمعاناه باسباب ما هياش بعيده، اسباب في دماغه في ذهنه. نتكلم النهارده عن السجن الثالث وهو سجن الحزن والكآبه. داود بيكلم نفسه في المزمور يقول: لماذا انت حزينه يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ لماذا انت حزينه يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ الحزن والضغط النفسي ممكن له أسباب كتير قوي، ممكن أسباب خارجية أو أسباب داخلية، ولكن المشكلة مش في تعرض الإنسان للحزن، ولكن إنه يتسجن جوه هذه المشاعر وما يعرفش يخرج عنها خالص. الأسباب الخارجية مثلا زي ضغط العمل، توتر العلاقات بالناس، ظروف مالية صعبة، أزمات صحية، خطر محيط، كل دي أسباب بتؤدي إلى الحزن. ولكن الفرق هو يا ترى الأسباب دي بنتعامل معاها ولا الإنسان بيخش فيه الحزن وينضغط ويتسجن ومعرفش يطلع برا الحزن خالص. الأسباب الداخلية للحزن احيانا بتبقى نتيجه انماط في التفكير سلبيه، يعني انا حزين والسبب جوايا، والسبب اللي جوايا ده للاسف هو اللي ساجني وسبب الحزن اللي انا اشعر فيه. زي مثال مثلا لبعض الانماط السلبيه من التفكير، زي فكره البحث عن الكمال وتوقعه من الناس. أنا متخيل إن الناس هتسلك بطريقة معينة، وإن الناس دي هتسأل عليا، ودول هيودوني، ودول هيفتكروا الجميل، ودول هيساعدوني في دقتي. كل دي أحياناً بتبقى أسباب إن الإنسان يشعر بالإحباط. يا ريت حد يقفل الباب اللي بره عشان الهيصة دي. البحث عن الكمال في الناس بيخلينا دايما محبطين يا أحباء. احنا عارفين في ذهننا ان مفيش انسان كامل، ولكن لسه بنتوقع من الناس الكمال وننضغط لما الناس ما تعاملناش بالطريقة اللي احنا متوقعينها. يعني احيانا التفكير ايضا اللي يؤدي بينا الى الحزن فكرة الشفقة على النفس، وان الانسان يشعر او يعيش بعقلية الضحية. بمعنى ايه؟ طول الوقت اشعر ان انا كنت استاهل احسن من كده، كنت استاهل زوجة احسن من كده، كنت استاهل زوج احسن من كده، كنت استاهل الناس تقدرني، كنت استاهل في شغلي ان انا اترقى. الشفقة على النفس دي احيانا بتخلينا نبقى محبوسين في احساس دائم بالحزن، وعايش ان انا مجني عليا. كوني مجني عليا ده بيخلي الانسان عاجز زي المحبوس بالظبط، هو مش قادر يتحرك، دايما عنده سبب: انا مش قادر اتحرك علشان، انا مش قادر ابقى سعيد علشان حد هو عامل فيا كده، انا ملياش نصيب ان ابقى افرح عشان حظي مش زي حظ بقيه الناس. طبعا كل القصه دي الحقيقة بتسبب لنا حزن مش في مكانه. كل واحد يستطيع ان هو يتعامل مع الظروف اللي هو فيها ويجد فيها سبب للراحة.
أو على الأقل يقول لنفسه زي اللص اليمين لما قال نحن بعدل جوزينا. الفكرة بتاعت أنا ما كنتش أستحق كده وكان حظي وحش، الحقيقة موضوع الحظوظ ده احنا محتاجين نعيد التفكير فيه. كل واحد فينا عمل اختيارات، والاختيارات دي نتحمل نتائجها بشجاعة بدل ما نقعد نفكر على الحظ المايل والظروف اللي ما كانتش في مصلحتنا. خلينا دائما نشوف في الموقف اللي أنا فيه ده أقدر أعيش إزاي، أقدر أبقى إزاي فرحان ومنتج وببص لقدام. عقلية الضحية أحباء بتخلي الإنسان سجين، مش عايز يتحرك، مستسلم تماما لفكرة إن أنا مجني عليا. أحيانا من الأسباب الداخلية اللي بتحبسنا في سجن الحزن توقع الأسوأ. توقع الأسوأ بمعنى النهاردة كل حاجة كويسة، عندي أكل وشرب وعايش تحت سقف، أسرتي بخير، كل حاجة كويسة، بس على طول في فكر جوايا بيقول لي هي المصيبة هتيجي إمتى؟ إمتى ربنا هيجربني؟ زي ما يكون ربنا عمال يدور على الناس عشان يجيب لهم مشاكل، زي ما يكون الله مجرب بالشرور، رغم أن الكتاب المقدس بيقول لنا الله غير مجرب بالشرور. توقع الأسوأ يخلي الإنسان مش عارف حتى يتمتع بيوم في سلام. صحيح يا أحباء الحياة والمستقبل والدنيا فيها كتير قوي من المفاجآت، ولكن على الأقل النهاردة لو في يوم أنا أشعر فيه بسلام الله على الأقل أبقى فرحان وأشارك هذا الفرح مع الآخرين وأقدم الشكر بصوت عالي وسط ولادي وأنا قاعد، نشكر ربنا على اليوم النهاردة، نشكر ربنا على عطيته ونعمته إن إحنا قادرين ناكل ونشرب ونبتسم الحمد لله وفي صحة جيدة. لما يجي وقت الضيقة تأتي معونة الله وقتها، بس إن الإنسان يعيش كل يوم متوقع إمتى الكارثة هتنزل على دماغه بيخلي الإنسان عايش في حالة من الحزن لا ينقطع. من أسباب الحزن أيضا فكرة التعميم. التعميم بمعنى إيه؟ إن أنا يبقى عندي صورة سلبية وأصبغها على كل الناس. يعني كتير قوي أحيانا الناس أو حد يقول إيه كل الناس اللي في الكنيسة وحشين. الحقيقة هذه الكلمة بتجعل الإنسان مثقل، طب أنا أروح الكنيسة إزاي إذا كان كل الناس الموجودين دول وحشين؟ افرض أنا تعاملت مع حد وتعبت معاه أو زعلت منه، هل معنى كده أن كل الناس متعبين؟ هل معنى كده أن كل الناس اللي في الكنيسة هيسببوا لي هذا الألم؟ فكرة التعميم دي بتخلينا أيضا نشعر كده بنوع من الضيق والحزن. أحيانا التعميم بيبقى مش على الكنيسة، أحيانا التعميم بقى على البلد كلها، كل الناس اللي في أمريكا ناس مش كويسين. الحقيقة ده برضو فكرة ما هيش صح. في ناس في المجتمع اللي احنا فيه ناس طيبين وبيحبوا ربنا وبيجهدوا عشان يعيشوا ازاي يبقوا مرضيين لله، ناس كتير كمان، لكن لما بنشوف الصورة نصبغها باللون الاسود بنتضايق وبنكتئب وبنحزن وبنتحبس جوه فكرة، الفكرة دي بتعذبنا. فكرة التعميم ده بيخلينا نبقى في حبس من الحزن والكآبة. أحيانا ندخل سجن الحزن أيضا بسبب الحكم المتسرع، بسرعة الواحد يصدر قرار على حاجة أو على حد فالقرار ده مش في مكانه أو الحكم ده ما هوش فيه صح، بس يخلينا نشعر أيضا بهذا الضيق. في كل الأسباب دي، الأسباب الخارجية اللي برانا، تعزيات الله قادرة أن تصل للإنسان وأن تخرجه من سجن الحزن. المزمور يقول مزمور 94 عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. الحكاية دي الحقيقة بتعتمد على أن الإنسان يبقى مستعد لتلقي تعزيات الله. أنا عندي استعداد أتلقى التعزية. تفرق جدا جدا ما بين حد قفل على نفسه قفل على ربنا وما بين حد لسه كل يوم بيبص للسماء يقول له يا رب أعطيني تعزية وقوة عشان أتواصل معاك.
نشوف يا أحباء تعاملات الله مع الناس المتضايقين، ولاده إزاي ربنا بيعزيهم. بولس الرسول يكتب لأهل كورنثوس يقول لهم إن إحنا تضايقنا فوق الطاقة حتى آيسنا من الحياة. يا معلمنا بولس، حتى أنت كمان بتتضايق وبتحزن؟ آه ممكن، بني آدم زي بقية الناس. أمال اتعزيت إزاي؟ التعزيات جات له من كلام الله معاه. لما راح كورنثوس ربنا طمنه قصاد المقاومة اللي كانت من الخدمة، فقال له ما تخافش اتكلم أنا معاك. يجي مرة تانية يقول لك إن ربنا بعت لنا تيتوس اللي وجوده عزاني، صديق، حد حلو كده ربنا بعته لي عزاني. الإيمان اللي جواه إن ربنا يجعل كل الأشياء تقول للأخير، كل ده عز معلمنا بولس. نلاقي واحد زي أيوب وهو مضغوط بالحزن بسبب التجربة الشديدة عليه، نلاقي إن ربنا يعزيه. خدوا بالكم، تعزية ربنا وصلت لأيوب قبل ما أيوب ترجع له صحته ويبتدي ثروته ترجع تاني. ربنا وصل له فكرة إن أنت مش فاهم حاجة. أيوب فاكر إن هو عارف كل حاجة وحاسس إن هو أحسن من الناس، فلما جت التجربة تلخبط وابتدى يقول لربنا أنت بتعمل فيها كده ليه؟ يقول له أنا بار، لماذا تستذنبني؟ أنت بتعمل فيها كده ليه؟ يجي ربنا يرد عليه ويفهمه كده ويقول له ما أنتش فاهم حاجة، لا تعرف في الخليقة ولا تعرف في أحكامي ولا تعرف في عنايتي بالبشر. فأيوب يسكت ويقول له أنا اتكلمت بكلام أنا مش فاهمه. أحيانا كتير يا أحباء التعزية تأتي إلينا لما الإنسان يستسلم بين إيدين ربنا، قول له أنا مش فاهم حاجة، يا رب خلصني وخلص الناس اللي حواليا ولتكن مشيئتك. إيليا لما انضغط وحزن ومشي وساب الخدمة، ربنا تعامل معاه بطريقة جميلة. راح له الملاك وقال له إيليا مالك؟ فقال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك ومفضلش غيري، أنا الوحيد اللي بعمل الصح. فملاك الله بدل ما يتناقش معاه فجاب له أكل وجاب له مية يشرب وقال له طب استريح ونام. قد إيه محبة الله وتعزيته لإيليا؟ مش هنتكلم دلوقتي، مش لازم نتكلم، خليك لما تهدى نرجع بعد شوية. رجع له تاني بعد شوية لقاه بيقول نفس الكلام، الناس وحشة، الناس بيموتوا أنبياءك ومفضلش غيري. ربنا عمل معاه نفس الحكاية برضو، طمنه وقال له طب ارتاح وبعدين نتكلم بعدين. تعزيات الله أحيانا تعمل معانا كده، ربنا يقول لك طب ارتاح بس اهدى ونبقى نتكلم بعدين، أفهمك بعدين. حنة أم صموئيل ما عندهاش طفل وضرتها بتعيرها، فتروح الهيكل تصلي وتقول له يا رب لو اديتني عيل هدهولك. تخرج حنة من الهيكل مطمنة وفرحانة، ربنا ما وعدهاش بعيل، مش حاجة اتغيرت، زي ما دخلت زي ما خرجت، بس اللي اتغير ان هي رجعت البيت قول واكلت وشربت ولم يكن وجهها بعد مكمدا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ربنا عزاني. واحدة من الحاجات اللي ربنا بيعزينا بيها احباء ان احنا لما بنقف نصلي ربنا يأخذ الذي لنا ويعطينا الذي له. ربنا عامل زي الاب او الام اللي لما تشوف ابنها جاي كده متعور وواقع وهدومه طالعة بره كده بنطلونه وشكله ملخبط، فتاخده وقبل ما يتكلم تطبطب عليه وتسرح له شعره وتلبسه هدومه وتقوله طب اهدى. ربنا بيعمل معانا كده، نقف قدامه في الصلاة وإحنا متضايقين ومتلخبطين وعندنا كل أسباب الحزن والقلق والضيق والخوف، فربنا ياخد اللي لينا ويعطينا اللي ليه. اللي يجرب يقرب من ربنا هيجد هذا العمل بيحصل، التبادل ده بيننا وبين ربنا. المشكلة ان احنا لما بنتضايق وبنحزن كتير قوي الشيطان يقولك ايه تصلي ليه، ملوش لازمة، هي الصلاة عملت لك ايه، ربنا يعملك ايه في اللي انت فيه ده. ما نستهنش بهذا العمل يا احباء، عمل الصلاة مع الاسباب الداخلية اللي بتسبب لنا الحزن، انا محتاج اراجع نفسي، طريقة اسلوبي وتفكيري وطريقة حياتي. مش معنى ان انت مضغوط في شغلك ولا متضايق بره انك ترجع تاخد حزنك ده على اهل بيتك،
الناس دول ذنبهم ايه؟ انت متضايق خش بيتك ابتسم، الناس دول منتظرينك ان انت ترفعهم، ان انت لما نفسيتك تبقى كويسة وفرحان الناس حواليك تطمن. لكن ارجع شايل حزن الدنيا وداخل بيه وسط بيتي، طب ما انت بتشايل الناس اللي حواليك شيلة تقيلة. يا ترى الحكاية دي محتاجة نراجعها ولا الواحد يستسلم لفكرة الحزن وخلاص؟ يبقى احنا قلنا النهاردة النوع الثالث من السجون سجن الحزن والكآبة، اللي أسبابه أحيانا من الخارج وأحيانا أسبابه من الداخل. نتكلم على سجن رابع، هو سجن الكراهية والغضب، وده سجن قاسي جدا. بصوا يا أحباء، الإنسان اللي بيأذيك بيأذيك في يوم واحد أو حتى في أسبوع أو في شهر، لكن الكراهية والغضب هو عبارة أن أنا أفضل مسجون في سجن أنا اللي عملته بقيت عمري، أفضل طول عمري شايل الضغينة دي ومحبوس في هذا السجن القاسي. إحنا بنحبس نفسنا في سجن الكراهية والغضب. الشيطان لما بيقوم حد عشان يأذي بني آدم، هو الأذى مش الغرض منه مجرد أنك تخسر حاجة، لا، الأذى أنك تتفاعل معاه بطريقة مش كويسة. أنا هديكم مثال، والمثال ده يمكن إحنا كلنا يمكن تكون شفناه وعشناه. حصل مرة في أحد في مواقف كتيرة، بس ده واحد منهم. كان في كنيسة فيها فرح في مصر، كلام ده سنة كان 2012 و13، وجو حد قدام الفرح ده وراح ضرب الناس بالرصاص عشوائي كده وخلاص، مجرد أذى يعني. ففي واحدة من الأمهات اللي مات لها بنتها، كان عندها 13 سنة، فعملوا معها انترفيو يعني. فبيسألها الراجل المذيع، انت حاسة بإيه وبتشعري بإيه؟ فالست قالت كلام طبعا بان بسيط، بس الكلام ده في كل التعليم المسيحي. فقالت أنا كنت بربي بنتي عشان تبقى للمسيح، فلو هو ربنا اختارها أن هي تبقى لي في السماء بالطريقة دي لتكن مشيئته، والإنسان اللي عمل كده إحنا بنصلي له. الشيطان يا أحباء عارف أنه لما البنت دي ماتت هو خسرها، لأنها تروح السماء، دي بنت شهيدة على اسم المسيح. هو مش عايز يبعت الناس للسماء، مش هو ده هدف الشيطان. أمال الشيطان هدفه إيه؟ الشيطان هدفه أنه يحبس الأم دي في واحد من سجون، يا إما سجن الخوف والرعب أن إحنا ما ننزلش الكنيسة تاني، يا إما سجن الكراهية، أعيش طول عمري بفكرة تمني الشر والرغبة في الانتقام والكراهية اللي تخليني أهلك وضيع بقيت عمري. الست البسيطة دي اللي ما يمكن ما عندهاش من التعليم اللاهوتي اللي خليها تقف توعظ، في كلامها البسيط ده إزاي هي كسرت السجن بتاع الكراهية بكلمة. ربنا يسامح اللي عمل كده، هو جاهل مش عارف حاجة، احنا بنصلي له. قد ايه يا احباء هذا العمل وهذه الكلمة اللي تبان بسيطة في منتهى القوة والعمق. احنا نشكر ربنا يا احباء ما حدش قتلنا حد، نشكر الله يعني. ولكن احيانا نختار ان احنا نعيش بالكره والغضب، وافضل حابس نفسي في هذا السجن الى ما لا نهاية. هذا السجن سجن قاسي وله عذابات كثيرة جدا. بعض من عذابات السجن دي ايه؟ اول حاجة الانحصار الى درجة الوسوسة في دائرة من المشاعر السلبية. طول الوقت عمال افتكر هو قال لي ايه، وعمال انام واصحى على الكلمتين اللي ضايقوني. اصحى الصبح على ازاي انا ما رديتش عليه، وافضل طول النهار عمال افكر لما اشوفه هقول له ايه، واجعل اخر الليل قبل ما انام وانا بحلم وبتلذذ بفكرة ان انا اشوف فيه يوم. واحيانا نرفع قلبنا ونصلي الصلوة دي، اشوف فيه يوم. الصلوة دي احباء بتقول ان انا مسجون. الانحصار للدرجة دي بيخليني بقيت عبد للأذاني، طول الوقت مفيش في تفكيري غيره، بس مش هروح الكنيسة ليه؟ اصل فلان أذاني، فلان ضايقني. واحد، طب والكنيسة بكل الغنى اللي فيها بكل النعمة اللي فيها، مش شايف، أنا مش شايف غير اللي أذاني واللي ضايقني ومش عايز أشوفه، حتى لو أنا حرمت نفسي من أن أنا أخش الكنيسة.
في قصة ذكرتها أكتر من مرة ولكن ما كان هنا. قصة دي كتبها واحد راجل كاتب إنجليزي اسمه سي إس لويس، كتب في كتاب اسمه الطلاق العظيم، ومش بيتكلم على الطلاق بمعنى اللي احنا نفهمه، ولكن كلام على الانفصال. يعني القصة دي عبارة عن قصة تخيلية، فبيقول ان فيها ان مجموعة من الناس كانوا في الجحيم، فربنا ادى اذن اللي عايز يمشي من الجحيم ويروح السماء في اتوبيس هيعدي على الجحيم ياخد الناس ووصلهم السماء. الناس فرحت، واول ما الاتوبيس ده جه جريوا الناس كلها عشان يركبوا فيه. والناس هم ماشيين في المشوار ما بين الجحيم والفردوس، فاتنين قاعدين بيحكوا مع بعض، فواحد بيقول اللي جنبه شكلك كده انا شفتك قبل كده، شفتك فين؟ قال له انت شفتني، اصلا انا اللي قتلتك قبل ما نوصل هنا. فقال له انا افتكرت، هو انت رايح الفردوس انت كمان؟ قال له اه، زي ما انت رايح انا طلبت ان انا اخد فرصة وربنا ادهاني. فالراجل اللي هو المفروض اتقتل في الحياة قبل ما يطلع يروح الجحيم، فنادى على سواق الاوتوبيس قال له اقف هنا. ايه يا عم؟ قال له نزلني، انا مش هروح مع البني ادم ده في اي حتة، خليني اخد الاوتوبيس اللي راجع الجحيم تاني. القصة تبان مضحكة، ولكن الحقيقة احباء القصة دي محزنة ومؤسفة ومتكررة. كم مرة بقفل على نفسي واقول هفضل اكرهه حتى لما يحصل ايه، حتى لو اتحرمت من المغفرة بتاعت ربنا. ما انت عشان تتغفر ليك لازم تغفر. لا 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 لا، اصل اللي عمله مش قليل، اصل اللي حصل فيه ما حصلش في حد تاني. حصل فيك ايه؟ صلبت، طلعت على الصليب عريان، تفوا في وشك، حدش عمل فيك كده. المسيح لما اتعمل فيه كده علمنا على الصليب ازاي نتحرر من سجن الكراهية والغضب. سجن الغضب والكراهية أحباء يخلينا نشوف الدنيا كلها مقصورة على البني آدم اللي ضايقني. تفتكروا قصة استير؟ استير كان مردخاي اللي هو عمها بيخدم في قصر الملك. هامان رئيس الوزارة، راجل كبير ومشهور وعنده كل حاجة والناس كلها بتخضع ليه. هامان كل الناس بتخضع قدامه وهو الرجل الثاني في المملكة، بس يشوف مردخاي، مردخاي ما بيسجدش لأنه راجل يهودي فما بيعملش الشغلانة بتاعت الناس دي. يرجع حمان البيت متضايق ومتزربن، مراته تسأله مالك؟ لا مردخاي. طب انت النهاردة في يومك يا هامان شفت ايه؟ شفت الملك والداني وشفت الغنى وشفت القوة والسلطة وكل حاجة. طب كل ده مش مفرحك؟ لا. ليه؟ همان مردخاي بس، مفيش في دماغه غير مردخاي، الدنيا كلها ضاقت في عينه، ازاي ينتقم من مردخاي؟ مش ده اللي بيحصل لينا لما بنكره حد؟ نفس الكلام برضو، كل البركة اللي في حياتي تتنسى، كل النعم اللي ربنا بيعطيهاني مش بفكر فيها، كل اللي بفكر فيه فكرة ازاي ان انا انتقم. الكتب والفريسيين مش قادرين يشوفوا المسيح اللي اتكتب فيه كل النبوات، هما شايفين الرجل ده خطر علينا، الغضب منه ازاي ان احنا نتآمر عليه. حتى لما قوم لعازر من الموت، تخيل واحد يقوم واحد من الموت بعد 4 ايام، اللي جه في بالهم ايه؟ نموت لعازر ونموته هو كمان. ده ايه ده؟ ايه كم الكراهية دي للدرجة دي؟ خلاص الكراهية اعمت العينين. للأسف يا احباء ده واحد من عذابات السجن، ده الواحد يبطل يشوف الامور بطريقة جيدة. في سجن الكراهية أيضا يا أحباء علاقتنا بتتوتر بالناس، كل حاجة بقت خلاص يعني آخر الدنيا. شاول الملك بيكره داود، الكراهية دخلت قلبه فهو عايز يموت داود. ماشي خلاص، مشكلة ينتج عن كده إيه؟ لما يسمع إن يوناثان بيحب داود، فمرة يوناثان شاول بيقوله داود فين؟ قال له اديته إذن يروح بيت لحم. يقول ان شاول مسك الرمح بتاعه وحاول يقتل يوناثان نفسه. ده ابنك، قد كده الكره مخليك غضبان لدرجة انك ممكن تقتل ابنك؟ يروح بعد كده شاول يدور على داود في قرية الكهنة، فيجيب الراجل اسمه اخيطوب ويقول له تعال هنا، داود عدى عليك؟ يقول له اه. يقول له عملت معاه ايه؟ يقول له ابدا، كان جعان اديته ياكل، كان عايز سيف اديته سيف بتاع جلياط. فقال له انت بتتآمر مع الراجل ضدي؟
فأخطوب يقول له أنا بتآمر؟ إزاي أعمل كده؟ ده جوز بنتك، أنا أعرف منين أن أنت الراجل ده عندك مشكلة معاه؟ شاول بسبب كرهه لداود يأمر بإيه؟ بقتل الراجل الكاهن ده وكل الكهنة، يموت 70 كاهن في يوم واحد لمجرد أنه شك فيهم بس أن هم بيتحالفوا مع داود. مش ده بيحصل؟ لما بكره حد الدنيا كلها بتبقى بالنسبة لي يا صديق يا عدو، يا أنت معايا يا معاه، وكل كلامنا مع الناس على إيه؟ لازم تكرهوه زي ما أنا بكرهه. ولو حد رد علي وقال لي بس يمكن أنت مش واخد بالك ده إنسان كويس، أيوة يبقى أنت معايا بقى. إيه اللي حصل هنا؟ نظرتي ضاقت وأصبح العالم كله بالنسبة لي يا إما معايا يا إما عليا، ما ينفعش تبقى تاخد موقف محايد. يعني خطية الكراهية والغضب يا أحباء خطية مش مقصورة على بس الكراهية، تتطور بتكبر بتوسع. قايين غضبان وكاره، قايين كاره أخوه هابيل، ربنا يتكلم معاه وقوله خد بالك في حاجة أكبر هتحصل، في خطية رابضة عند الباب، وقايين مش قادر يخرج برا السجن، والسجن ده يحوله إلى من مجرد كاره إلى قاتل ويروح يقتل أخوه. على فكرة يمكن إحنا ما عندناش من الإمكانيات والقدرة والغضب لدرجة أنك نقتل حد، بس لما الواحد يتلذذ بفكرة أن فلان مات أو فلان اتخرب بيته، طب مش ده قتل بس في ذهني؟ لو أطوله هعمل فيه كده، لكن أنا يمكن أتشكك من فكرة أن أنا مد إيدي على حد، بس أتمنى أن حد يعمل فيه كده. خدوا بالكم يا أحباء، خطية وسجن الكراهية خطية متطورة. الإنسان لما بيكره ما بيعرفش يتراءى أمام ربنا، وأنا واقف بصلي حاسس جوايا في حاجة غلط، حاسس بإشكال، مش عارف أصلي، مش عارف أتناول، أنا على طول مشغول بفكرة أو محبوس في فكرة الكراهية والغضب. ربنا أحباء بيخرج من هذا الحبس أنفسنا عن طريق نعمة المغفرة. أنا مش بتكلم على مغفرة ربنا لينا، أنا بتكلم على وصية الله إن إحنا نغفر للناس ونسامح. أنت بتعمل في نفسك معروف لما بتسامح، أنت بتخرج نفسك من هذا الحبس اللي ربنا مش عايزك تبقى مسجون فيه. نعمة المغفرة هي نعمة محررة من سجن الكراهية والغضب. الإنسان يبتدي يتمتع بالشفاء النفسي والعقلي والروحي، يهدى بدل ما طول الوقت أنا دمي فاير، طول الوقت عمال أفكر هرد إمتى الإساءة وإمتى أن أنا هرجع له اللي عمله فيه. أسترجع سلامي لما أتعلم أن أنا سامح والد جوه، خلاص ربنا يسامحه اللي حصل حصل. المغفرة بتخلينا قادرين على النمو والتحرك بعيد عن التأثير السلبي للإساءة اللي حصل خلاص. احنا شايفين دلوقتي حرب طاحنة بين إسرائيل وبين الفلسطينيين، المحرك الأساسي فيها يا أحباء هو هذا السجن، سجن الكراهية. الموضوع مش مجرد بس ان احنا بنتخانق على أرض، الموضوع هو الكره. صدقوني يا أحباء، طبعا انا مش بتكلم يعني ان انا يعني بقول رأي سياسي، حتى لو حصل ان البلدين دول في يوم من الايام اصبحوا بلدين منفصلين عن بعض، ما اعتقدش ان هم هيبطلوا حرب. الكره حاجة، حتى لو انا خرجت من سجنك بس انا ساجن نفسي في كراهيتي ليك، افضل طول عمري ان انا اكرهك وعايز ان انا انتقم منك للأسف. يعني طبعا انا مش بتكلم بصفة عامة، في ناس هنا وفي ناس هنا عايزين يعيشوا في سلام، ولكن الكره تأثيره مدمر على النفس وعلى البيوت وعلى الشعوب أيضا. لما بنغفر بنفرح، الإنسان يرجع مرة تانية يقف قدام ربنا وهو جواه سلام، خلاص أنا I let go، أنا مش عايز إن أنا دفع حد نتيجة الخطأ اللي هو عمله معاي. ده سجن تاني أو سجن رابع. بقى النهاردة اتكلمنا على سجنين من السجون القاسيين جدا، سجن الحزن والكآبة وسجن الكراهية والغضب. صلواتنا دائما لله، يا رب أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب. مرة جاية نكمل مع بعض أيضا سجون أخرى، نسأل من ربنا أنه ينجينا منها. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. تفضل نسأل.
أخيرا يا رب في تشفعات أم النور الطاهرة عذراء القديسة مريم ملاك الجليل مخائيل استمعنا عندما نرضوك بكل شكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم.